في الجدول ده هنجمع كل النورمال فاليوز للثريبروسباينال فلويد. اول حاجه الابيرنس اند كلر، الثريبروسباينال فلويد بيبقى كلير كلرليس ويز نو بلاد اور كلوتس، مفيش اي بلاد ولا اي نوع من الكلوتس. النورمال مايكروسكوبيك اكزامينيشن، تحت الميكروسكوب ما بنلاقيش اي انواع من الخلايا ما عدا الليمفوسايت، بتبقى موجوده من 1-5 سيل بير مايكرو ليتر، بينما لا يوجد اي انواع اخرى من الخلايا زي المالجنت سيل، بيبقى نوع مالجنت سيل موجود. النورمال كيميكال اكزامينيشن، البروتين بيبقى من 15-45 ميلي جرام على الدي سي ليتر، ودايما بنعمل علاقه ما بين التركيز الموجود في السيريبروسباينال فلويد والبلد، لان احنا قلنا السيريبروسباينال فلويد عباره عن فلتريت من البلد، عشان كده دايما بيتاثر بالتركيز الموجود في البلد. لو زاد التركيز في الدم بشكل كبير جدا اكيد بيزود التركيز الموجود في السيريبروسباينال فلويد، فبنلاقي النورمال بروتين بيبقى 1% of plasma protein. الجلوكوز بيبقى من 50-80 ميلي جرام على الديسي لتر، وبيمثل حوالي 60% of blood glucose. الكلورايد بيبقى من 120-130 ميلي equivalent per liter. البيليروبين بيبقى absent. اللاكتيك دي هيدروجينيز انزيم بيبقى أقل من 40 يونت في الأدلت وأقل من 70 يونت في النيونيت. اللاكتيك اسيد بيبقى من 10-25 ميلي جرام على دي سي لتر. اوليجو كلونال باندز بتبقى نيجاتيف. النورمال مايكروبيولوجيكال اكزامينيشن، المفروض ان السي اس اف ما بيبقاش فيه اي مايكرو اورجانيزم، عشان كده بنلاقي كل التست بتبقى نيجاتيف، سواء الكالتشر او التست فور سيفلس بتبقى نيجاتيف. الكريتيكال فاليو اوف سيريبروسباينال فلويد، اول حاجه بالنسبه للسيلز لو في زيادة أكتر من 10 سيلز بير مايكروليتر، الجلوكوز لو قل عن 45 ميلي جرام بير ديسي ليتر، البروتين لو زاد عن 45 ميلي جرام بير ديسي ليتر، وديتكشن اوف باثوجينز، أي باثوجين حصل له ديتكشن عن طريق الجرام ستين أو اللاتكس أجلوتينيشن أو الزيل نيلسون ستين أو الإن دي إنك، بالتالي طبعا ده بتبقى كريتيكال ستيت لان ده عباره عن انفكشن. كمان وجود البوزيتيف كالشر بيدينا انديكيشن على الانفكشن. كمان الديتكشن اوف بلاست سيلز او المالجنت سيلز بيدينا انديكيشن على وجود الكانسر. كمان البوزيتيف بي سي ار رياكشن فور هربس سيمبلكس او الاذر فايرال ديزيزز، كل دي بنسميها كريتيكال فاليوز، لازم تدخل سريع لعلاج المشكله.